استجابة لما عرض وصد الملاعب في القصة الأخيرة قبل يومين، قام رئيس نادي الشباب السعودي خالد البلطان باستقبال وتكريم الطفل فازع المطيري، ووجه البلطان بإدراج الطفل ضمن مكافآت الفوز المالية للفريق. كذلك أعلن عن منحه عدد من المكافآت المادية والعينية الأخرى، والتقى الطفل فازع بنجوم الفريق الذين احتفوا به وشاركوه لعب كرة القدم. هذا وسنكون بعد قليل مع تقرير حصري ومفصل عن هذا التكريم وهذه المبادرة الإنسانية. تحدث لاعب النصر السعودي الجديد